السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام في دربات المباشر من الملعب الكبير بفاس الذي يحتضن مباراة قوية ومهمة عن الجولة 28 من الدوري الاحتراف إنوي اللقاء اللي غادي يجمع بين المغرب الفاسي وفريق أولمبيك خوريبكا اللقاء اللي كيعرف حضور جماهير كبير جماهير المغرب الفاسي التي حضرت منذ ساعات لمساندة فريق المغرب الفاسي في هذا المباراة. المغرب الفاسي صاحب الرتبة الرابعة ب40 نقطة وعلى بعد نقطتين من الجيش الملكي سيبحث على نقاط المباراة وانتظار تعثر الجيش الملكي الذي يواجه في نفس التوقيت فريق شباب المحمدية من أجل القضاء على الرتبة الثالثة وبالتالي محاولة إنهاء الموسم في مراتب متقدمة ولمن البحث على مشاركة قارية. فريق أولمبيك خوريبكا فريق الضيف ولكذلك هناك جماهير التي انتقلت لمساندة فريق في هذا المباراة أولمبيك خوريبكا بنتائج إيجابية خلال لقاءات الإياب تمكن من الخروج من المراتب المتأخرة وأضحى يحتل الرتبة السادسة 36 نقطة. تمكن الجولة الماضية من الفوز على فريق حسنة أكادير بجوج الأهداف للا شيء وبدوره سيبحث على نتيجة إيجابية خلال هذه الأمسية لمواصلة تسلق الدرجات وإنهاء الموسم في رتبة مشرفة ورتبة لتليق بتطلعات جماهيره ومحبيه وأنصاره. دخول الفريقين إلى أرضية الملعب المغرب الفاسي قلت أنه على بعد نقطتين من الجيش الملكي صاحب الرتبة الثالثة الفريق لأكثر الأندية تعادلا 16 تعادل وأقل الأندية هزيمة كزيد الهزائم فقط في الوقت الوداد متصدر وفريق الرجاء عندهم 4 ديال الهزائم وكذلك يتميز بأقوى دفاع بالدوري تلقى 16 هدف كنت محمد زرزاي هو اللي غادي يقود هذه المواجهة بمساعدة زكريا بوشتاوي وبوعز زائكن الحكم الرابع وسعد وليد على مستوى غرفة الفار وتقنية الفيديو مصطفى كشاف هو اللي غادي يقود هذه التقنية إلى جانب عبد العظيم الشعيبي أمامنا عميدي الفريقين فريق المغرب الفاسي نبيل برموق عميد للفريق ويوسف عقادي وعميد فريق أولمبيك خوريبكا في الوقت اللي هناك غيابات في صفوف الفريقين المغرب الفاسي كيغيبوا عليه بعض اللاعبين وامامنا مصطفى كشاف وعبد العظيم الشعيبي اللي غادي يقودوا تقنيه الفيديو في هذه المباراه. اذا تعطت الطريقه ديال المباراه كره طويله لفائدة فريق المغرب الفاسي استرجع الكرة منذ البداية سننتظر تنافس قوي بين الفريقين أولمبيك خوريبكا كيغيب عليه الجزائري محمد وليد بن شريفة اللي جمعوا 4 ديال الإنذارات وحمزة حجار لاختيارات المدرب والإطار الوطني عبد الصمد وراد حاولت تمرير الجهة اليمنى دي فرصة لفائدة فريق المغرب الفاسي دخول داخل منطقة الجزاء والحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة المغرب الفاسي 5 دقائق الأولى تمنح ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب الفاسي بعدما كان مرتد هجومي سريع ياسين الدابي دخول داخل منطقة الجزاء توغل في مستطيل الأخضر ويتمكن من الحصول على ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب الفاسي كينفاد وتدخل ممتاز تدخل ممتاز للحارس محمد فرني اللي كيدخل بالرجل ديالو وبالتالي كيبعد الكرة سيف الدين بورا لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك كان البحث عن هدف مبكر في هذه المباراة ولكن تألق ديال الحارس محمد فرني لاحظوا تدخل بالرجل وبالتالي إبعاد الكرة سيف الدين بورا لاحظوا بأنه اختار أنه يلعب الكرة في وسط المرمى ومحمد فرني في المكان المناسب يبعد الكرة وبالتالي التصدي لهذه ضربة جزاء اللي كانت ضربة جزاء مبكرة كان تدخل جيد من طرف المدافع زهير الهاشمي مرة أخرى هذه فرصة بواسطة لاعب لويس أميغا الحكم كيعطي ضربة جزاء الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب الفاسي الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب الفاسي نتابعوا من جديد المراوغة ديال اللاعب لويس أميغا أوتشانغا المهاجم الكابوني إذا غادي تنفذ ضربة جزاء طارق الساتي فرصة الهدف الأول لفائدة فريق المغرب الفاسي بواسطة اللاعب طارق الساتي فرحة كبيرة لجماهير المغرب الفاسي بهذا الهدف اللي كيجي من نقطة الجزاء بعد تضيع ضربة الجزاء من سيف الدين بورا طارق الساتي يتمكن من توقيع الهدف
دورة بعد دورة وجولة بعد جولة, وإلى أن نتابع الفرجة ونتابع هذه الصور الجميلة صراحة تقريبا كما نقول 25-30 ألف متفرج حاضرة في هذا اللقاء, وتابعنا عدد من الملاعب الوطنية اللي كنتابعوا فيها هذه الصور نصف ساعة. خطأ لهذه الفن وهيتم عينا لعبات الكرة بسرعة, هذه فرصة فرصة سيف ديال المونة فرصة الهدف الثاني, الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي ياسين عدنبي, الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي. الخطأ اللي تنفذ بسرعة من الجهة اليمنى سيف الدين بوهرة, فقد ياسين عدنبي كان في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك, وثاني اهداف المباراة. غادي يحاول يلعب الكرة دائرية داخل بطاقة الجزاء, غالبا تواجد سبعة ديال اللاعبين, لعبات الكرة دائرية الرأسية ولكن الكرة مشات بعيدة خارج أرضية الملعب, ضربة مرمى لفائدة فريق أولمبيك فريق. تابعوا من جديد هاد التمريرة وهاد الكرة الثابتة هنا الرأسية كانت من طرف اللاعب والمدافع والعميد نبيل مرموق, ولكن الكرة ديالو كتمشي بعيدة خارج أرضية الملعب. نجيب المعتدي مشات الكرة لفائدة أولمبيك فريق, تدخل الحكم كيقول لك خطأ, كان بواسطة اللاعب كابيلو سيكانينغ ومطالبة بالزاوية, حكم يقول ضربة مرمى لفائدة فريق المغرب الفاسي. تابعوا هذه المحاولة طرف اللاعب كابيلو سيكانينغ, خطورة واضحة على دفاع فريق المغرب الفاسي دائما تسديدة, ولكن مرة مرات جانبا حاولت تسديد زكريا العيوض اللي سدد كرة مرات جانبا من مرمى الحارس أيمن ماجد, شركة تضيع هذه المحاولة. نقول أنه التونسي عبد الحي بن سلطان نجح خلال هذه الجولة الأولى في توقيع جوج ديال الأهداف. الوقت كنتابعوا المحاولة الأخيرة اللي كانت لفائدة فريق أولمبيك خريبكا, بالتالي كتنتهي هذه الجولة الأولى بتقدم فريق المغرب الفاسي. إذا الحكم محمد الزرزاي يستعد لإعطاء الانطلاقة ديال هذا الشوط الثاني, اللي نتمنى بأنه الشوط يكون شوط سريع وإيقاع سريع للجولة الثانية. غادي ننتظر كذلك القراءات مرة أخرى الفنية بين المدربين التونسي عبد الحي بن سلطان والمدرب والإطار الوطني عبد الصمد وراد. الكرة لفائدة فريق أولمبيك خريبكا, كما قلت ما كاينش هناك تغييرات, كل فريق وكل مدرب احتفظ بنفس المجموعة وبنفس التركيبة البشرية. طارق الساتي تمد الفرصة لفائدة فريق المغرب الفاسي, تمريرة داخل منطقة الجزاء, دائما فرصة 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 هذه فرصة تسديدة, ولكن في يد الحارس, كانت فرصة بواسطة ياسين الدهبي في يد الحارس محمد الفرني, كانت محاولة شكلت خطورة على دفاع فريق أولمبيك خريبكا. جناتي كرة في الوسط داخل منو حمزة الجناتي والأخ الأصغر ديال محمد الجناتي, نتابعوا هذه المحاولة من المعاشي داخل منطقة الجزاء, دائما زكريا وتدخل في الوقت للحكم المساعد رفع الراية, هذه هناك خطأ. تابعوا هذا التمريرة زكريا بن المعاشي, مشات كرة في الجهة اليمنى, جناتي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء, فرصة تدخل الدفاع كان بعت على الدين عجراي, تدخل الدفاع تمريرة طويلة في الجهة اليمنى, تمريرة في الجهة اللعيبة تومي سونغ أوريبولي. تواد المحاولة تمريرة ولكن خروج الحارس أيمن ماجد الذي يتدخل. تبعد المحاولة بواسطة لاعب علاء الدين عجراي, إمكانية تسديد من الجناتي كيمر في جلاعب زكريا بن معاشي, أرضية وتدخل حارس محمد فرني في مناسبتين, فرصة لبعدة فريق المغرب الفاسي, تسديدة قوية أرضية من طرف زكريا بن معاشي. لاحظوا التدخل ممتاز للحارس محمد فرني في مناسبتين, كيتمكن من التقاط الكرة لجلال تشطاش, هناك انطلاقة ديال اللاعب الفطوكي تعود من أيمن الأولي,
زيد الدين الدراج رفع الكرة داخل منطقة الجزاء والحكم يعلن على نهاية المباراة بفوز فريق المغرب الفاسي بهدفين لنشر